إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيفية التعامل مع المسن، أيضا كيفية التعامل مع المسن من الضروري فهم بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع. طبيعة المسنين حساسين جدا، يعني لازم نراعي ظروفهم النفسية والعقلية يعني والجسمية أيضا والمرضية. أيضا افتتح الحديث بما يرقب الاطمئنان عنه، معرفة يعني أخباره مثلا أو ما يسر سماعه. أيضا أحرص قدر الإمكان على عدم قيامه لعمل ما بنفسه أثناء وجودك جالسا معه وأنت يعني مثلا تنظر أو تتلهى بما ليس ضروريا، إلا إذا كانت يعني رغبته في ذلك. إذا جلست معه إلى مائدة الطعام فابدأ بالسكب في صحنه أولا، وقرب إليه البعيد مما يعني يرغب في أكله قبل أن تبدأ بنفسك. طبعا لا تدعه يقوم عن مائدة الطعام لفتح الباب أو استقبال الزائرين أو للرد على الهاتف أو لإحضار شيء، وطبعا وأنت يعني تبقى جالسا ومرتاح وهو يتعب. إذا أردت مغادرة البيت لرحلة أو نزهة أو زيارة شخص ما، فكن أنت الذي يحمل الأغراض يعني الخاصة الثقيلة منها، ولا تدعه يعني ينتظرك يعني خارجا في الحر أو البرد الشديدين وأنت يعني ترتدي ثيابك أو تسرح مثلا شعرك أو تتحدث مع أصدقائك. كن أنت يعني الذي يخرج أخيرا من المنزل ويتفقد يعني أحكام قلب مثلا قلق الأبواب أو مفاتيح البيبان أو شيء من هذا القبيل لعدم السرقة، لأن أغلب كبار السن لا يتفقدون هذه الأمور. أيضا لا تخاطبه بصيغة الأمر أو بلهجة المستفهم، يعني المستفهم الموبخ كأنه يعني تسأل لما تأخرت عن فعل هذا أو تلك الأشياء أو لماذا لم تحمل هذه الأشياء. وإذا كان لابد من التذكير فليكن ذلك يعني بلطف وهدوء، يعني حاول أنك تسويها بأسلوب مناسب مع هذا الشخص بالتحديد. أيضا لا تضطر على فعل أمر يكره القيام به أو يبغضه مثلا، ولا تثقل يعني كاهله بما لا يحب، وأيضا لا تصرخ في وجهه ساخطا، وأيضا يعني لا ترمي شيء مثلا في وقت الغضب أو تزعله في شيء معين، لأن مثل ما تكلمنا أن يعني الكبار السن أكثر حساسية ويعني ممكن يدخلون في اكتئاب شديد جدا مما يسبب مضاعفات أمراضهم في أقل كلمة. طبعا ممكن يتأثرون في يعني بجملة واحدة، علشان كذا لازم ننتبه في هذا الموضوع. أيضا إذا اعترضت يعني مثلا اعترضت ضائقة مالية مثلا أو احتاج بعض المال، لأن طبيعي بشكل طبيعي أن يعني كبار السن لا يعملون، ممكن يعني يحتاجون بعض المال أو للعلاج أو شيء ما يعني. وإذا كنت ميسور الحال فمن الواجب عليك أن تبادر فورا يعني لقضاء حاجته.
كي لا يضطر يعني للطلب منك فضلا يعني عن غيرك مثلا، الأولى أنك يعني تدعمه في هذا الوقت أفضل من أنه يعني شخص آخر من بعيد مثلا يعني يطلبه بعض المال وأنت موجود. أتمنى أنكم استفدتم من هذا يعني النصائح البسيطة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.